السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله زي ما طلبتوا مني تخزين الخضرة من غير فريزر ولا تلاجة خالص. هنخزن الخضرة ازاي وتفضل عندنا زي الفريش بالظبط؟ بس تمشي على الخطوات اللي انا هقولك عليها، والموضوع ده هنطبقه على اي نوع خضرة، ماشي؟ حتى ممكن كمان الورقيات، ماشي؟ هنطبقه على اي نوع ورقيات، زي الملوخية، زي الشبت، زي البقدونس. انا معايا البقدونس، ماشي؟ نفس الطريقة دي هتطبقيها بردك على الشبت والكزبرة، اتفقنا؟ والملوخية لو عايزة تجففيها بردك بنفس الطريقة. بصوا بقى، الطريقة اللي هي هنحفظها في الفريزر دي هسيبها لك في صندوق الوصف، وهسيب لك كمان تعقيم فيها في الفيديو ده ذات نفسه، في تعقيم الخضرة نعقمه ازاي عشان يفضل زي الفريش بالظبط في الفريزر فترة طويلة. كل ده هسيبهولك في صندوق الوصف ان شاء الله. معانا الخضرة مغسولة غسلة كويسة لحد اما تحس ان المية بتاعتها صافية مفيهاش تراب خالص، عشان الخطوات بتاعتنا تبقى صحيحة والتخزين بردك يبقى صحيح. هنعمل ايه؟ خضرة طبعا بنغسلها كويس ونسيبها تنشف 6 ساعات، نسيبها تنشف 6 ساعات. بصوا ما فيهاش نقطة مية خالص، شايفين كده؟ اهي حتى ايدي كمان ناشفة اهي. نحفظ الخطوات بالظبط، لازم الخضرة نسيبها 6 ساعات تتصفى لحد ما تنشف خالص، ونبتدي نقطعها تقطيع صغنن عشان هننشفها نجففها زي النعناع بالظبط. بصي هي الحتة دي اللي هنقطعها نفس الطريقة كده، وممكن كمان نقطعه تقطيع صغنن ده لو حابين، مش عايزينه خلاص ممكن نستغنى عنه خالص. هنقطعه بقى تقطيع صغنن خالص عشان تنشف معانا، ومش هننشفها في البلكونة خالص عشان تفضل معانا خضرة زي الفريش. هنحطها على صينية زي ما هوريكوا دلوقتي، وهنحطها فوق التلاجة في قلب الصالة او في قلب شقتك، اهم حاجة يكون مكان فيه هوا ينشفها عشان لو اتعرضت للشمس اسودت، اتفقنا؟ عشان تفضل خضرة معانا، وهنشوفها في الاخر. وانتوا شفتوا فيديو النعناع معانا يقعد معاكي فترة طويلة، وبرضك هسيبها لك في صندوق الوصف ان شاء الله. هقطع الكمية ونرجع نشوفها بتتنشف ازاي. بصوا قطعتها بنفس الطريقة، اعيدها مرة تاني. لو الخضرة فيها نقطة مية، كل ده بنطبقه بردك على الورقيات كلها، لو فيها مية محدش يسألني ويقولي طريقة باظت مني. بصوا ما فيهاش مية خالص، منشفاها اهو. هعمل ايه بقى؟ هفردها بقى كده، نفردها خالص، منخليهاش فوق بعضيها. بصوا بنفس الطريقة كده، ما تكونش فوق بعضيها عشان تنشف. وممكن كمان لو عندك صينية كبيرة قوي وزعي، ده انت لو هتخلي كل ورقة كده في مكان لوحدها عشان خاطر تنشف، هي تاخد منك في قلب الشقة 3 ايام عقبال ما تنشف، ماشي؟ وبعد ما بتنشف بقى بنشيلها. هقولك طريقة التخزين بعد ما تنشف خالص، هنرجع نشوفها. المهم الخطوة دي اللي بتخليها نفس الخضار كده هنشوفه بردك لما تنشف نفس الخضار اهي. خليكم واخدين بالكم الحتة دي، وتعالي بعد ما هتنشف ان شاء الله هنشوفها نفس اللون بردك، وهقولك طريقة الحفظ ازاي. اهم حاجة زي ما اتفقنا ما بتتحطش في البلكونة خالص عشان خاطر الشمس، لو جت ناحية الشمس اسودت. زي ما اتفقنا هنحطها في مكان فيه هوا في قلب الشقة وما تتغطاش، اتفقنا؟ 3 ايام بالظبط ونرجع نشوفها واقولك طريقة الحفظ ازاي. بصوا ما شاء الله بعد 3 ايام، بصي سامعة الصوت، نشفت خالص اهو. انا مش هطحنها، يعني طحن مش بطحنها، عشان لما اجي احطها في المحشي تفضل خضرة زي ما هي. وزي ما اتفقنا كل اللي احنا عملناه ده يتطبق على اي خضار ورقيات، اتفقنا؟ بنفس الطريقة كده معايا بطرمان بلاستيك عادي، ما مش شرط ازاز، يعني بلاستيك، واعبي فيه زي ما هو كده، مش هطحنه خالص. لو حابة تطحنيها اطحنيها، بس انا بحبها تبقى زي الفريش كده زي ما اتفقنا. لو حابة تطحنيها براحتك، بس انا ايه بخلي الشبت والبقدونس والكزبرة كل حاجة فيهم في بطرمان كده لوحده، عشان خاطر لو بردك حابة احط منه على السلطة، مسافة ما بيتحط في الصلصة
او الميه بيطرى تاني ويبقى زي الفريش بالظبط. بصوا كأنكم معبيينها خضره بالظبط. بصوا ما شاء الله زي الفريش بالظبط. ودي احسن طريقه، هتحطيها في المطبخ عادي مفيش مشاكل، خايفه عليها قوي حطيها في قلب التلاجة تفضل معاكي سنين زي الفريش بنفس الطريقة. طريقة النهاردة سهلة وسريعة، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.